السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضابط في مصلحة السجون ضابط يحمي المساجين من الهروب إلى زعيم من زعماء التكفير في السجون، إلى مشرع ومؤدلج لأفكار تنظيم داعش، وداعش تقتبس من أفكاره، وهو الضابط السابق ضابط الشرطة حلمي هاشم مفتي جماعة التكفير في مصر. مع الحلقة. بصوا يا جماعة، حكاية حلمي هاشم ببساطة شديدة جدا. حلمي هاشم عاصر قضية الفنية العسكرية وهو ضابط في سجون ترى، وعاصر قضية التكفير والهجرة لشكري مصطفى وهو في سجون ترى والاستئناف. الرجل تأثر بأفكاره، الرجل عنده 2 من إخواته سلفيين، الرجل بدأ يحضر لواحد اسمه جميل غازي من الناس اللي هم بتوع في أنصار السنة، مسجد قولة في وسط البلد. الرجل بدأ يقابل أعضاء الجماعات الإسلامية. الرجل بدأ يشك فيه، فالداخلية نقلته إلى عمل إداري وانتدبته للعمل في الهيئة العامة للاستثمار. في الفترة دي هو كان متعرف على واحد من جماعة إيه بقى؟ اللي الجماعة اللي هم في النجوم من النار والكلام ده. فالولد تم القبض عليه فاعترف على حلمي، قال ده تبعنا. فلما حلمي قابله قال له أنت ليه قلت عليا؟ قال له عشان خاطر بدل اقول عليك انت بدل ما اقول على افراد الجماعه. فدخل حلمي هاشم السجن واعتقل في قضيه حرق نوادي الفيديو، وتم فصله من عمله في الهيئه العامه للاستثمار، و ايضا بدا هو بقى مش يكون واحد عادي، لا لا ده هو أنا هكون حاجة كبيرة في الجامعات دي. فعمل دراسات وأبحاث عن هل الكفر بالطاغوت أصل في الدين؟ طيب هل التكفير بالطاغوت لا يصح الإسلام بدونه؟ طيب هل تكفير المشركين من أصل الدين ولا ممكن ما نكفرش المشركين أصلا؟ طيب من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ ناقد محمد بن عبد الوهاب ده متى يطبق وكيف يطبق؟ ايه هي الدار، ايه الدوله اللي تعلوها احكام الكفر واحكام الاسلام؟ وهل الساكنين في الدار دي كفره ولا مسلمين؟ بدا يسال نفسه الاسئله دي كتير جدا. وخلي بالكم كان في حادثه مفرقيه في حياته، حادثه الهجوم على الحرم المكي اللي هي بتاعت جهيمان، وكان هو بيسمع لواحد اسمه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ده كان في مصر هنا في القاهره حاجه ايه بقى، من السلفيين المشهورين قوي، من السلفيين ليه كان ليه فتاوى غريبه. يعني مثلا النقاب، مش النقاب فرض، لا مش الحجاب ولا لا، ده النقاب مش فرض بس، ده لا يجوز للمراه ان تخرج منتقبه ولا يبان من وجهها الا عين واحده. ده من فتاوى عبد الله بن عمر مثلا، مش العينين، لا عين واحده. وابو ذر القلموني ده بيعمل كده وافتى كده برضه بتاع السلفيين. فهو كان متاثر بالراجل ده. فلما تم القبض على عبد الله بن عمر في حادث جهيمان جوه الحرم، واعدم عبد الله بن عمر في الحادثه دي، هو انقلب بقى وتطرف اكتر. شيخه بقى كان بيحبه قوي، كان بيحبه قوي. بدا اللي هو حلمي هاشم كنيته ايه بقى، حلمي هاشم على الشبكه، عشان لما تسرش عليه وتبحث وتحب تعرف معلومات، شاكر نعم الله، شاكر نعم الله، وبيكتب على الكتب بتاعته كلها كده شاكر نعم الله. حاجة يعني غريبة، وحاجة حاجة. طيب حلمي هاشم بقى ايه؟ أصبح بقى منصر وكتب غاية في الخطورة، بتاخدها داعش وتاخد منها حاجات بقى، والطيار الحزيمي والطيار مش عارف مين، طيار الحطاب وطيار الفرقان، نظرات في واقع محمد قطب. ده مش عاجبه افكار محمد قطب.
حجة الله البالغة، رسالة الطاغوت. الكتاب الأخطر بقى بتاعه الخطير، أصحاب السبت وأصحاب الحد، كتاب صلاح الدين. صلاح الدين مش صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين يعني الدين نفسه، صلاحه أو فساده. كتاب الفوائد اللي هو كتاب أطلق عليه بعد كده اسمه كتاب الفوائد. الكتب دي وغيرها كتير، حوالي 20-30 كتاب لحلم هاشم. أنا مش لاقي، خلي بالكم، كتاب زي ما قلت في الحلقات الفاتحة يرد، ردونا يا جماعة الحاجات، يا جماعة ردونا على الحاجات دي. طيب عمل الكتب دي شرعنا لموقع على الشبكة وشرع الكلام ده كله، تم القبض على حلم هاشم عقب عزل جماعة الإخوان المسلمين من تبة السلطة في مصر، ولا زال مودعا حتى الآن في سجون ترى التي كان هو ضابطا فيها. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بإذن الله.